Have you made a lot of money out of your music? Money? I mean, what is how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? علاش كل يوم عرفتوا على من غادي نهضروا؟ بوب مارلي هو من مطربي الريغي في القرن العشرين. الحب والإيمان والوفاء للدين ديالو هو اللي خلاه يموت وهو باقي في ريعان شبابه. من المعروف أنه من أشهر المطربي ديال تاريخ الحديث. زاد عام 1959 في قرية سانت آن بشمال جامايكا. كان الأب ديالو ضابط بريطاني أبيض والأم نتاعو داكنة ديال البشرة. من عرفوا بأن تزوج بها طردوه من الجيش، والأب نتاع بوب مارلي هجر أمه. هاجر بوب هو أمه للعاصمة، ولكن ملي مشى لتماك اضطر بأنه يخرج من الدراسة ديالو ويقلب على خدمة. من صغره وهو عزيز عليه يغني، وحيتاش كان كيسمع الإذاعة الأمريكية عطاتو فرصة باش يتعلم الغناء. زوجات الأم نتاعو ومشات لأمريكا، وبقى من موراها شي شوية ومشى لعندها. خدم كعامل نظافة تماك وتعرض للتمييز والتفرقة العنصرية. خدم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية لأصحاب البشرة السوداء بالولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب الضغوطات اللي عاناها في أمريكا رجع بحاله لجامايكا وأسس فرقة موسيقية. خلق الديانة الرستافارية اللي كتآمن بأن إفريقيا هي مهد البشرية. وهاد الديانة نشأت في الثلاثينات على يد واحد الزعيم جامايكي مشهور سميتو ماركوس غارد. أصحاب هاد الديانة كيامنوا بان الرب كيتجسد في جسد امبراطور اثيوبيا هيلي سيلاسي، وهذا الشيء كامل حيت كانت اثيوبيا هي الدوله الافريقيه الوحيده اللي استقلت من الاحتلال. كيشتهروا اتباع هذه الديانه هذه بالشعر الطويل اللي كيتسمى الراستا وتدخين الماريخوان. تواصل مع شركه الانتاج في لندن ووافقوا بانهم يسجلوا له اول البوم ديالو في 1972. الالبوم اللي سجل كان بعنوان امسك النار، واللي خلاه يوصل العالمي. شهرات أغانيه بسبب الكلمات ديالها اللي كدعي للسلام والمحبة. أكيد ما كاين شي فنان اللي ما كيديش ضريبة الشهرة. بحيث بوب مارلي تعرض للاغتيال في جامايكا من طرف أحد عناصر الحزب العمال الشعبي، بحيث تطلق عليه النار وهو في حفلة غنائية. صاب مارلي طلقة في الدراع ديالو، وخا هكاك كمل الحفل ديالو باش يوصل الرسالة اللي هي رسالة ديال المحبة للناس. من مور الحفل بوب مشى من جامايكا لندن باش يستقر. واحد النهار خرج هو وصحابو باش يلعبوا كرة القدم وتجرح في صبعو الصغير. ومن مشى عند الطبيب اكتشف بالصدفة بأنه مصاب بسرطان الميلانوما اللي كيجي فقط أصحاب ذوي البشرة البيضاء. ومن الأطباء باش يقطعوا ليه الصبع الصغير ديالو باش ما يتفشاش المرض في الجسم. هنا بوب غادي يرفض بحجة الدين انه ما كيسمحش ليه باش يقيس الجسد نتاعو. تجاهل المرض ديالو ومشى باش يحيي الحفلات في اوروبا وامريكا، وتماك غاب على الوعي وداوه للطبيب. لقاو بان المرض تفشى في الجسد ديالو وقاس ليه الراس والرئه. هادشي خلى اطباء يفشلوا على العلاج. رجع بوب لميامي عام 1981 ومات عن عمر يناهز 30. دارت ليه جنازه كبيره وشعبيه. اختار من بين اكثر المطربين الشعبيين في القارات الخمس في القرن العشرين. اذا عطيونا الراي ديالكم في التعاليق، واش الدين كيخليك تقتل راسك ولا كيدي للحياه؟